وينضم إلينا للحديث عن قصف قوات النظام السوري الذي يستهدف مناطق ومستشفيات في إدلب على الرغم من قرار الهدنة. معنا من إسطنبول العقيد أحمد حمادة، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير. سيادة العقيد، هناك حديث عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 15 آخرين في قصف النظام والميليشيات الإيرانية على مستشفى بإدلب، ماذا يعني تجدد القصف وخاصة في هذا التوقيت؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. قوات النظام لم تلتزم يوما بعهدة أو في أي اتفاق جرى بينها وبين قوى المعارضة أو مع الضامن التركي منذ يعني انتهاك وقف اطلاق النار الاخير في 2019. قامت قوات النظام ب 55 استهداف للمنشات الطبيه او المشافي في المنطقه المحرره. اليوم ياتي هذا القصف الجديد من الفوج 46 على مشفى مدينه الاتارب ليقتل 6 مدنيين وكذلك يصيب عدد من كوادر المشفى ومنهم رئيس المشفى، يعني تم إصابته في هذا القصف. إذا قوات النظام تقول بأنها لن تلتزم بالهدنة، هي تستهدف دائما المشافي والمناطق للفت عزيمة المواطنين في تلك المنطقة ولدفعهم باتجاه المجهول كما حصل سابقا. كذلك تقوم بالضغط على قوات المعارضة السورية وعلى الجانب الضامن التركي. هذا أمر أصبح جليا، واستهداف المشافي والأسواق والأفران هو نوع من التحدي الحياة للناس الموجودين في تلك المنطقة. يعني قصف المشافي كما تراها الأمم المتحدة والعالم جميع هو من أجل أن لا تبقى لدى قوات المعارضة أو للمواطنين في تلك المنطقة أي جدوى للصمود في والبقاء في أراضيهم. نعم. لذلك يأتي اليوم هذا القصف هو استمرار لسياسة النظام التي تطبقها ضد الشعب السوري. وهو سيادة العقيد، ماذا عن الموقف الروسي من هذا الخرق للهدنة الموقعة وفق اتفاق سوتشي؟ الروس لم يهتموا يوما، بالعكس هم من قصف أكثر من مرة، هم من قصفوا جبل الدويلة وقتلوا 37 من المقاتلين الذين ينضوون تحت الجبهة الوطنية للتحرير. هم دائما قصفوا، بالأمس منذ عدة أيام حراقات تارحين ومعبر الحمران من أجل كذلك يعني إفشال الوضع الاقتصادي في المنطقة المحررة ولجعل الناس يحتاجون الوقود وغير الوقود. هم يقصفون دائما المرافق الحيوية والمرافق الاقتصادية من أجل أن لا يبقى لدى الناس صمود أو أي أمل في عودة الاستقرار لمنطقتهم. ماذا عن الانتخابات في سوريا التي يريد الأسد إجراءها خلال الشهور القادمة؟ يعني في المقابل، هل هي جزء من الحل لهذه المشكلة السورية؟ لا يوجد حل مع بقاء نظام الأسد والأسد شخصيا في الحكم أو بأي شكل من أشكال الحكم. هذه الانتخابات لا تختلف عن سابقاتها منذ 50 عاما التي بدأها الأسد الأب وانتهى بها الوريث القاصر. لذلك هذه الانتخابات تريد أن تقول للمجتمع الدولي أن الوضع مستقر وأن على العالم أن يتعامل مع الواقع المستجد في سوريا وهو بقاء نظام الأسد. ولكن الشعب السوري الذي خرج بالأمس في درعا وفي كل المناطق المحررة والتي يسيطر عليها النظام خرجوا ليقولوا لا لشرعية الانتخابات، لا لبقاء نظام الأسد. يعني من الشعب السوري لم يخرج من أجل أن يبقى عند هذا الحد، بل خرج من أجل أن يتم تجديد الدولة وبناء دولة الديمقراطية والدولة المدنية للشعب السوري التي تنتهي فيها الدكتاتورية الأسدية التي مارسها هذا النظام منذ 50 عام على الشعب السوري. نعم. طيب، بعد يعني تقريبا عقد من الثورة السورية والذي طبعا مرت ذكرى الثورة قبل أيام قليلة، إلى أي مدى أصبحت الحاجة ملحة لمحاسبة النظام على جرائمه ضد السوريين؟
الشعب السوري هو لن يرضى إلا بمحاسبة هذا النظام وكنس هذا النظام الفاسد المجرم. اليوم الدولار 5000 ليرة، يعني حتى الموالين لهذا النظام بدأوا يتبرمون من وجود هذا النظام. أما بالنسبة للشعب السوري الثائر الحر الذي خرج مطالبا بالحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية، هو مستمر في هذا المطالبة وفي الحركة السلمية والعسكرية عن طريق الجيش الوطني والمعارضة السورية حتى يتم تحقيق الغاية التي خرج من أجلها. أما المحاسبة فهي على عهد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي تبنت قرارات عديدة بحق هذا النظام، منها القرار 2181 القاضي بتجريم نظام الأسد في حال استخدم الكيماوي أو استخرجه مرة أولى أو صنعه أو نقله أو استخدمه، بينما النظام استخدم هذا السلاح بعد القرار 2181 مرات عديدة، والمنظمات الدولية هيئت للمحاكمة لهذا النظام بتجريمه ولإثبات بأن هذا النظام هو من استخدم الكيماوي. كذلك هناك منظمات عديدة بدأت في ألمانيا وفي مناطق أخرى تنشط اليوم من أجل محاسبة هذا النظام. إذن العدالة العدالة الاجتماعية والعدالة السياسية والقانونية تقتضي أن يتم يعني تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبة هذا النظام الذي ارتكب الجرائم العديدة بحق الشعب السوري ولا يزال. نعم. الخبير السوري العسكري السوري العقيد أحمد حمادة من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.